نهاركم سعيد. كتير بيفكروا إنه طاقة المكان ما إلها دور في الذبذبة عنا في حياتنا، مع إنه طاقة البيت إلها تأثير جداً كبير علينا. ليش؟ لأنه كل شيء عندك وحواليك قاعد بياخذ وبيمتص من المشاعر الأفكار اللي قاعدة بتدور بين أفراد المنزل. فلو حسيت إنه بيتك فيه خنقة أو متضايق أو بتقعد فيه وبيكتم عليك، مهم جداً إني أنظف هذه الطاقة، أنظف طاقة الأثاث، أنظف طاقة المكان، أبخر، أرش ملح، أمسح بمي وملح وأرجع أمسح بمي، أهوي، أغير وأجدد في الطاقة مش في الأشياء. فممكن إنك أنت فقط تجدد طاقة بيتك من خلال دخول الشمس على البيت، تبخير البيت، الملح، الكلمات الحلوة جوا البيت، إنك تبدأ فيه إنك تقول أنا بحب البيت، أنا ممتن لبيتي، كلمات حلوة بتخليك تستشعر إنه الطاقة كلها تغيرت داخل المنزل.